داخل احد المولات في القاهرة الكبرى. هو اكبر تجمع لمشاهدة المواجهة، الاكبر في او المباراة النهائية لمنتخب مصر ومنتخب السنغال في نهائي افريقيا. يعني لو هنقول لحضراتكم التشكيل اللي بدأ بيه كارلوس كويروش مدرب منتخب مصر، حراسة المرمى محمد أبو جبل، خط الدفاع أحمد فتوح، محمود حمدي، الونش محمد عبد المنعم، إمام عاشور، خط الوسط محمد النني، عمرو السولية، حمدي فتحي، خط الهجوم محمد صلاح، عمر مرموش، مصطفى محمد. يعني بلغ المنتخب المصري تأهل، للنهائي. مشوار صعب جدا، بدأوا من دور المجموعات، بدأ بمواجهات صعبة وخسارة، لمنتخب نيجيريا، ثم الفوز 1-0 على غينيا بيساو، ثم الفوز ايضا على منتخب السودان 1-0. وبدأ مشواره في دور ال 16 مع منتخب كوتيفوار اللي تمكن ان هو يفوز عليه من خلال ضربات الترجيح، ثم بعد ذلك مواجهة المغرب، المواجهة اللي كانت صعبة جدا، والحمد لله رجالتنا قدرت تحسمها بنتيجة 2-1 في اللحظات الأخيرة، ومواقف رجولية كتير وبطولية، وكان من أشهرها يعني موقف أبو جبل البطولي إن هو رفض يحمل مصطفى شوبير الحارس الصغير أو الحارس الثالث في المنتخب أخطاء المباراة، وفضل متحامل على أصابته ومتماسك لأقوى لحظة. يعني شايفين حضراتكم التفاعل مع كل دقيقة، مع كل ثانية بثانية جماهير بتتفاعل، تقريبا مفيش مكان هنا للرجل، مفيش مكان للرجل زي ما حضراتكم شايفين. يعني ده اكبر تجمع لمناظرة المنتخب المصري في نهائي افريقيا، والكل بيقول يا رب وان شاء الله هنكسب، يعني باذن الله هنكسب. زي ما حضراتكم شايفين الصيحات وسامعين الصيحات مع كل هجمه وتفاعل لحظه بلحظه، المنظر بيتكلم، العدد ده كله بيقول يا رب يا رب باذن الله نكسب والبطولة بتاعتنا. يعني زي ما حضراتكم شايفين دلوقتي وبنفكر حضراتكم بمنتخب المواجهة الصعبة اللي كانت أمام الكاميرون، مواجهة كان فيها باين فيها تعنت من الحكام، بكاري جسامة، ويعني طردوا المستر كيروش، وإنذار لوائل الجمعة، والموقف اللي بان، والحمد لله أبو جبل متعنا حرفيا، متعنا بكل حاجة، متعنا برجولته، متعنا بصده لضربتين جزاء ورهبته. يعني عاوز أقول إن رهبته ووقفته في الضربة التالتة هي اللي ساعدت إن اللاعب يشوط بره، يعني ده حاجة لوحدها تحسب له. عايز أقول لحضراتكم أيضا يعني بإذن الله المنتخب يرجع لنا بالكاس، زي ما حضراتكم شايفين بنحاول نقرب الصورة شوية، التفاعل لحظة بلحظة. يعني فعلا ما فيش مكان لرجل حد يقف هنا نهائي، وكل الشباب قاعد على الأرض، يعني هم حابين إن هم قاعدين على الأرض، والتجمع دوت والمنظر لوحده كفيل يعني إن هم يرجعوا لنا بالكاس. لعيبتنا الرجالة وكل الجماهير اللي واقفة هنا واثقة في لعيبتنا لأبعد مدى، وبإذن الله الرجالة ترجع لنا بالكاس. يعني ناس كتير في الكومنتات بتقول لنا انا من الجزائر وبشجع ويا رب الفوز لمصر. شكرا لمؤازرتك لينا، وباذن الله يعني مش بس هنرفع علم مصر، وبنشكر دعوات ومسانده كل الاخوه العرب والاشقاء ومساندتهم لينا، يعني بجد شكرا. يعني عايز اقول لحضراتكم ان مباراه الكاميرون كانت من اصعب المباريات، لان الكاميرون هو مستضيف البطوله طبعا زي ما حضراتكم عارفين، وكان في تعنت من الحكام واضح، شفناه بطرد مستر كيروش،
طرد مستر كيروش، وغير كده كمان انذار للكابتن وائل جمعه اللي اثر بشكل كبير على نفسيه اللعيبه. لكن الحمد لله ابو جبل شلنا. ابو جبل فعلا يا جبل ما يهزك ريق، كنت راجل من اول البطوله، ووقت ما المنتخب احتاجك بينت رجولتك وبينت موقفك ومتعتنا ومتعت كل الجماهير المصريه، يعني صديت ضربتين جزاء ولا اروع. يعني يمكن الصحف العالميه اتكلمت عن محمد ابو جبل جباسكي يعني لا غنى عنه، وقالت ازازه المايه كانت حكايه. يعني يمكن الصحف الاجنبيه والعربيه والعالميه سابت حاجات كتير واتكلمت عن الازازه وكتابه محمد ابو جبل زوايا لاعبي منتخب اللي بيفضلوها، زوايا لاعبي منتخب الكاميرون، الزوايا اللي هم بيفضلوا يشوطوا فيها. ولذلك محمد ابو جبل كان قد الموقف وقدر يصد لنا ضربتين جزاء ولا اجمل ولا اروع ولا اقوى ولا احسن، بل بالعكس ان هو ارهب لاعب منتخب الكاميرون اللي اكبره زي ما حضراتكم شايفين. يا جماله يا جماله والله يا جدعان، فعلا حرفيا لحظه بلحظه، يعني على اقل حاجه الجماهير دي كلها نفسها تفرح وترفع علم مصر. طبعا يعني احتفالات للصبح، طبعا يعني محدش هيروح بيته، العدد ده كله كده هيحتفل هنا لكم لحظه بلحظه. يعني زي حضراتكم شايفين الكره دلوقتي عند ابو جبل، يعني هي عند او سواء في منطقه جزائنا او منطقه جزاء المنتخب، في تفاعل والكل بيدعي وبيقول يا رب باذن الله الكاس بتاعنا التامنه جايه في الطريق، التامنه هتركب الطياره بكره باذن الله وهترجع لمصر، ورجاله مصر هيفرحوا الجماهير دي كلها، هيفرحوا 100 مليون مصري، 100 مليون راجل بيساندهم. يعني ما فيش احلى من الصوت ولا اجمل من الصوت دوت، صوت الجماهير وتفاعل مع كل لحظه. يعني لو حضراتكم متابعين دلوقتي هجمه للمنتخب ومنتظرين ان الكره مع النجم محمد ابو صلاح طبعا، وراح الكل بيدعي وبيقول يا رب. يعني عايز اقول لكم احاول بتتكلم، الجماهير بتتكلم يا شباب، الجماهير فعلا بتتكلم. حاول اقرب لكم الصوره اكتر، يعني زي ما حضراتكم شايفين الكل بيتفاعل لحظه بلحظه. الجماهير دي كلها قاعده، يعني ترش الارض توفر مكان، الكل بيقول يا رب باذن الله رجالتنا ترجع لنا بالمنتخب. يعني بنشهد لصلاح بادائه الرجولي من بدايه البطوله لحد دلوقتي، وباذن الله تكمل فرحتنا وفرحه المصريين وفرحه صلاح خصوصا، يعني ويرجع لنا بالكاس. اللقب مع منتخب مصر يفرق كتير مع محمد صلاح. يعني عايز اقول لحضراتكم ان اللقب الكاس اللقب الثامن هيفرق جدا 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 مع محمد صلاح. اللقب الثامن ده معناه كبير، معناه محمد صلاح افضل لاعب في العالم 2022 باذن الله. يعني تدويج مصر باللقب ده تحديدا هيفرق كتير مع صلاح، ان هو يتوج بلقب افضل لاعب في العالم. شفنا صلاح كان في المراكز الثلاثة الاولى، ان شاء الله يبدع باذن الله المنتخب يفرح كل الجماهير المصرية ويرجع لنا بالكاس. يعني خليكم معانا لحظة بلحظة، هنتابع مع حضراتكم دقيقة بدقيقة الاجواء الحماسية والتفاعلية في اكبر تجمع للجماهير المصرية لمؤازرة المنتخب المصري. يعني بإذن الله يفرحونا الرجالة، تفرحنا ترجع لنا بالكاس.